السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمران حازم. الحين بنجرب لعبة ديستني الجزء الثاني على البي سي وعلى كرت الشاشة 1080 تي اي وعلى دقة 4K وايضا على 60 فريم، فراح نجرب طرق قصة بنسجل لكم اياها الحين وان شاء الله يجيبكم المقطع وتشوفون على الوضوح الهائل. انا الحين انا شايف على طول، انتم في اليوتيوب ممكن ما تشوفونه عشان شوية حيخبص الرندر والاشياء دي في اليوتيوب، ولكن هنا انا اللي شايفه شيء جدا خرافي. فخلينا نبدا على طول في طرق قصة، حنلعب بس فقط طرق قصة. اوه يا لطيف، ليجندري ورا بعض، ليجندري كذا حبه حبه ورا بعض. فاذا شفتوا لعبي مو تمام ترى انا ماني من لعيبه البي سي، يعني ماني مره محترف على الكيبورد وماوس، ولكن بحاول قدر المستطاع اني ادرك الوضع. ما عليك. اوكي الحين ظبطت الاعدادات وكل شيء وبخش. الظاهر اذا ما خاب ظني انا بالورلك قاعد العب. اي نعم بالورلك، حتى اخر مره لما رحت حق ديستني هذول جوني جاك. اوه اوكي تصويب ممتاز. دقيقة استنى اللي يعشق ار. اوكي استنوني دقيقة، استنى والله هاخذ وقت معاهم هذولي. اوكي والله الرسوم بشكل رهيب. شكلي ببطل باخذها على البي سي، شكلي حاخذها على البي سي، بس يبغى لي وقت عبال ما اتعود على الكيبورد ماوس، والله مرة مشوار. اوكي استنى، هذا ايش يسوي؟ هذا يضرب ميلي. اوكي الجلوس اللي هو هذا، لا هذا يطلع السلاح. اوكي دقيقة يا عمي. اوكي دقيقة استنى. اوكي ظبطتني. ظبطني الرجال، بس لكن طلعت مسوي فيها مهايطي. اوكي اوكي مرة ثانية معليش سامحني يا اخوي. ايش اللي يرمي قنبلة؟ جي الظاهر صح؟ اف. طيب دقيقة هنا موجود. جرنيد. عمي استنى. استنى يا اخي نعرف اللي يرمي الجرنيد. ايش في؟ يا عمي فك الدرع حقك تكفى. يا راجل ايش السلاسه دي؟ انا اخر مره لما لعبت على البلاي ستيشن 4 ما كانت سلسه زي كذا 60، فانا عجبني نظام ال 60 فريم بصراحه، يعني مره سلسه اللعبه جدا يا اخي، والله فرق الفريمات بصراحه. الجرنيد كيو. اوكي اخيرا لقينا الكيو. طيب ريلود ما نبغاه. اوكي تعال سوي الشيلد. اوكي السوبر شارج كيف افكها؟ سوبر ابيلتي. اوكي لقيت الزر. اوكي امشي انا. اوكي تمام علي، بديت افهم له، بس والله يبغى لي وقت عبال ما افهم الكيبورد وماوس. اوكي ممتاز حتى الان. اتكل على الله يا اخويا، اتكل يا عمي، اتكل على الله. اوكي خلص منه مدار. يبغى لي دقيقه استنى، والله مره بشوف كيف. انا حاولت اني العبها الكنترول بس طلع انه ما عندهم، فخلينا نروح المنطقه الثانيه نشوف ايش عندهم. انا المشكله عارف، يعني ما اسوي فيه اني ما اعرف وش اللي بيصير، عارف ايش اللي بيصير عشان لعبتها قبل كذا، يعني هذه ثاني مره العبها بس، لكن اول مره العبها على البي سي. هذا لسه يكنس، ليه ما ادري كم سنه هو يكنس هنا. استنى يا بنت برمي القنبله. اوكي الحين رميت القنبله. اوكي كويس، روحي عليه بام. والله همجيه البنت هذه بصراحه. اوكي يفكون الباب هذا الحين. ايوه الظاهر انه يفكونه. اوكي السلاح الثاني كيف اغيره؟ زد. اوكي زد يمديني اغير السلاح زي كذا. يا عمي قاعد اغير اسلحه بلا يا ابله. يا اخي ما الاقيه بشكل. اوكي هذا يغير السلاح. استنى لا ايش بطشني ذا؟ ابى اعرف كيف اطلع السنايبر. هنا المشوار اكس زد مره ثانيه. حرقوني. اوكي حرقوني صح هذول. انا لو العب بالاونلاين والله عني عنكي بصراحه، اذا كذا مستواي مع الكمبيوتر. دقيقة اوكي تمام. يبغى لي الماوس اللي فيه له اكثر من زر، هذاك يفيدني بصراحة. اوكي لا ابعد. ايش اللي يرمي قنبلة؟ امسك. اوكي باقي لي شوية. اوه دقيقة استنى. لا يبغى لي اغير السلاح. لا 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 ما اخذت الرصاص، سحبوني على طول. والله اني انا بصراحة مرة مالي في البي سي، اللي غير الاسلحة زي كل لعبة 1 2 3 والله مالي بالبي سي. اوكي بس انا كنت ابغى اجيب البازوكا اللي هو الجريد لانشر. اوكي هذا لا جريد لانشر ولا روكت لانشر، جريد لانشر اللي ابغاه. اوكي السوبر شارج شغال، كيف بشغل السوبر شارج؟ دقيقة استنى بيقفل علي ذا. F اللي هو. Alright here we go. I'm on mouse and keyboard, so if I'm trash you know why. دقيقة استنى. استنى. فلة 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 فلة. اوكي فين نروح دحين؟ اوكي اها ننزل تحت ولا اوكي من هنا؟ مسرع نسيت اللعبة. لسه دوبي قاعد اهايط واقول اني اوه والله انا بعمل اللعبة وعارفها. اتكل على الله يا اخويا. تعال تعال تعال. يا ولد صرت فنان، هذا صرت فنان بي سي ما العب. شوف انا ما اوكي استنى. فين البقيه؟ وين البقيه؟ بسرعه 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 قبل ما يخلص قبل ما يخلص قبل ما يخلص قبل ما يخلص بسرعه. خلص والله قهر، ضيعت على واحد بس واحد ميجر واحد كبير يعني. والله رميته بالغلط، والله رميته بالغلط. مين هذا؟ مين هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ريلود اول شيء، بعدين غير السلاح. ما عندي ولا شيء. اوكي في واحد يقدر يطلق عليه. اوكي اوكي صرت فنان، صرت اعرف العب. دقيقة استنى، وفي واحد هنا قريب مني مبين في الخريطة. وينه ذا؟ اوكي شفت واحد انا. تعال. شيخ مود. وين راح؟ وين راح؟ لا دي برمي قنبلة، اوكي؟ برمي قنبلة وابغى اصقعك. دي كيف اللي يصقعك؟ والله اني توهقت، والله اني توهقت. اوكي الدرع حقه ما يرجع بسرعة زي الجزء الأول. ما يرجع زي الجزء الأول، ايش اللي يضرب؟ اي اللي يضرب، اوكي، اوكي اي، اوكي لقيناه، أخيراً. لقيناه فينكم؟ والله راحوا بعيد. اطلع يا شيخ. توهقت معاه. فين الثاني ذاك؟ وين؟ ايش خنقل عني يا شيخ؟ فين كبيركم؟ والله ما ادري فين راح، ما ادري فقع شرد كذا. نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع البسيط عن لعبة ديستني الجزء الثاني طول القصة، وهذه اول مرحلة كانت على البي سي وعلى كرت الشاشة GTX 1080 Ti الجديد، وكان بصراحة جدا شيء مبهر على انه 4K وايضا على 60 فريم، شيء جدا جدا رائع. بصراحة بديت اغير رأيي واني ممكن اشتريها على البي سي بصراحة اللعبة، لانه انا عندي 1080 مو 1080 Ti، بس 1080 برضه حيشغل اللعبة على شكل جدا مبهر. فبدت يعني بعد ما شفت الالوان والاضاءة وكذا والنيران والطلق بالسلاح والتأثيرات حقتها كلها والفريمات اللي هو اهم شيء والجودة، يعني بدأت ممكن ليش لا. فكذا نوصل اخر شيء، ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسوا ضغط زر على اللايك، وايضا تابعونا وتابعوا المعرض حقنا، اول معرض حق E3 والتغطية حقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.